فنانة مغربية شابة مشاهدينا شقت طريقها بنفسها في عالم الغناء العربي وتحدت عراقيل العمل حتى كانت لها بصمتها الخاصة على الساحة الفنية. غنت بصوتها الشجي ألوان الطرب القديم والحديث وأحيت بروحها الجميلة سهرات ومهرجانات غنائية عديدة. إنها الفنانة المراكشية نادية المنصوري ضيفة اليوم على الحرة. نادية بدي رحب فيك وأطحى مبارك. قبل ما نبدأ حديثنا بدنا نشوف أنا وياك تقرير للزميلة عائشة الدوري ومن بعده منتابع. خليكم معنا مشاهدينا. الكليب هذا بالذات شوي مخليني طبعا ظهرت في لوك مختلف تماما على نادية المنصوري الكلاسيكية اللي بيعرفوها الناس كلهم. طبعا أجواء كتير حلوة مع المخرج حسين عبد الرحمن، طبعا إنسان رائع خلاني أحس هيك شوي بالثقة بالنفس وساعدني على أني أعمل المطلوب مني. اللوك اور فاشن ديزاينر سيمبا هي من بريطانيا، وبالاول خفت رحت انا وياها نختار ثياب وهيك، قالت لي خلص ثقي بي يعني، فبالاخر خليتها يعني انا شخصيا بدي اطلع من الصوره العاديه اللي دائما بيشوفوني بها الناس، فاتمنى يا رب يتقبلوني الناس باللوك الجديد. طبعا الأغنية من ألحان سفير الألحان فايز السعيد، أشعار أو شاعر سلطان المجلي، توزيع حسام كامل، طبعا مجموعة من الفنانين اللي الواحد يوثق فيهم. فكرة الكليب إنه واحد يعني أنا قاعدة كنت يعني كأني بلوم حبيبي على إنه شوي شايف حاله بيحكي على عيوب الناس ما بيشوف العيوب اللي فيه. ما فيك دم لا 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 ما فيك دم ماشي تدم في خلق الله في خلق الله ماشي تدم. أنا من الناس المحظوظين اللي قابلته ونلت شرف التعامل معه. إنسان فنان بمعنى الكلمة، أنا قلتها قبل ورح أقولها وأعيدها تاني، يعني سفير الألحان وسفير الأخلاق وسفير الإنسانية. يعني طبعا هو صاحب كلمة وبيقدر الفن وبيعرف شو بيعاني الفنان. لما طلبت منه إنه يبصم مشوار الفني بأغنية من أغاني من لحن من ألحانه، على طول أول ما سمع صوتي آمن فيه وخلاني أختار أغنية من أعماله. والله من زمان في خاطري اني اسيف شيء قريب من الفاشن وقريب من الفوتوشوت، يعني اللي هو فوتوغرافر يجلس يصور شيء شيء. فيوم سمعت اغنيه ناديه حبيت اسويها حكه هي، وكي كلوك يعني تستاهل نعملها شيء شيء جديد على السوق بشكل عام الخليجي تقدرين تقولي مش العربي يعني. كلمني عنها الملحن تقدرين تقولي السفير الالحان الاماراتي فايز سعيد، فقال عندي اغنيه حق ناديه المنصوري وشيء شيء لسنا وسمعنا الاغنيه وحطيت الفكره وبلشنا نشتغل يعني فيها. رجعنا معكم مشاهدينا ومره جديده برحب فيك ناديه المنصوري. بدي اقول لك واقول للمشاهدين انه هدول لقطات اكسكلوزيف لشاشه الحره وبرنامج اليوم، كنا معك بالتصوير. قد ايه تعبتي؟ خبرينا هاليوم واحد كان تصوير، خبرينا هيك تفاصيل. اول شيء مساء الخير وعيدكم مبارك، ينعاد عليكم بالصحه والعافيه ان شاء الله. طبعا كان يوم تصوير، بس قبلها كان يومين ثلاث ايام استعداد للموضوع، لانه الموضوع كان جديد علي شوي. مثل ما شفتوا انا شفت مثلكم يعني اول مره تشوف بشوف الغرايب والعجائب. كيف حسيت اللوك تبعك طالع؟ كثير غريب، انا يعني حاسه مش نادية المنصوري هذه، عارفه كيف؟ هلا بدي احكي عن اللوك، بس خبريني هيك تعبتي بالنهار؟ لا اتس اوكي، يعني بصراحه
كنت خايفة شوي طبعا، بس جسديا ما تعبت، لأنه المخرج حسين عبد الرحمن بوجه له تحية من عم يحضرنا بعتقد، إن شاء الله أكيد شاء الله. أكيد طبعا هو وعدني يحضرنا، والجروب كله كانوا كتير متعاونين وكتير طيبين وشجعوني يعني، فأعطوني كلهم، أخذت منهم باور. طيب نادية، نحن هيدي الثاني مرة حضرتك بتشرفينا على استوديو اليوم على الحرة. بلقائنا الأول حكينا عن الأغنية وأنه رح تصوريها ورح يكون في تعامل مع سفير الألحان فايز السعيد. اليوم تحقق الحلم وتعاملتي مع فايز، هو حلم لأنه أكيد. يعني فايز السعيد شو الانطباع؟ شو موقع على الأغنية؟ طبعا بتتذكري اول حلقه قلت لك بدي حلقه خاصه للفنان تحكي عن سعيد، صح؟ طبعا فرحتي كانت كبيره اول ما قابلته، وكانت اكبر اول ما سجلنا الاغنيه اوديو، فبالاحرى يعني تتصوري فرحتي لما صورنا الاغنيه. بتوقع ان شاء الله باذن الله النجاح للاغنيه للعمل بشكل عام، لان الفنان فايز سعيد ذكي في اختياراته وذكي في تعامله الفني، فأنا حطيت نفسي مثل ما بيقولوا بين إيده فنيا يعني طبعا، فهو اختار لي، هو كمان اللي رشح لي المخرج حسين عبد الرحمن. وبتوقع كلام الأغنية لمين كان؟ للشاعر سلطان مجلي. سلطان مجلي. طب نسمعها منك؟ أوكي. شو رأيك؟ ما في قدم لا 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 ما في كدام ماشي تدم في خلق الله في خلق الله ماشي تدم تدم ذنوب خلق الله تتنسى ذنوبك وعد عيوبنا خلك ما تعرف عيوبك تتم ذنوب خلق الله وتتنسى عيوبك ودم عيوبنا خلك ما تعرف عيوبك. يسلم تمك. كيفك انت والالوان؟ يعني اليوم هيك منورتينا بالزهر، ولكن بالكليب اللوك جريء هيك، بتحسيه اجنبي اكثر من انه هو لوك عربي أوروبي شوي. قلت لك كل أشياء كانت غريبة علي في أثناء التصوير، كمان الستاف كان بريطاني، الفاشن ديزاينر بريطانية، وأنا أول ما شافتني يعني حسيت حالي قدامها قديمة الطراز بشكل غير طبيعي، يعني كلاسيك ونادي المنصور اللي معروفة، فهي شجعتني على الألوان، حتى أنه أنا قلت لها أنه معظم ثيابي في خزانتي يا أسود يا رمادي يا بني، فهي شجعتني على الألوان طبعاً و خلتني اغير شوي من اللوك تبعي، يكون عندي شجاعه بالكليب. في التغيير، فمطلوب في الفن، كنت مطلوب التغيير. تحت الهواء ما بتعرفي تبرمي الشمسيه؟ لا ابدا ما عرفت اتحرك، حتى المسكينه هي اسمها سيمبا بوجه لها تحيه، يعني كانت معي خطوه بخطوه، كانت حتى حركاتي بتقولي كيف اعمل، مرات بقول تعالي الله يخليكي مكاني ساعديني. امتى رح يكون الكليب على الهواء؟ ان شاء الله متوقع بعد اسبوعين على الاكثر، بس اول ما يخلص المونتاج. اليوم بدي اذكر انه هيك انا محاطه بجو مغربي، فمن خلالك بدي وجه تحيه لكل اللي عم يحضرونا بالمغرب، اقول لهم ينعاد عليكم. لبسك مغربي صح؟ هذا القفطان المغربي، هذا القفطان المغربي، وعندنا يعني حلو مغربي مشاهدينا باستوديو من ناديه كمان وكثير طيب. شكرا لك ناديه. غبتي فترة طويلة ورجعتي وعم تثبتي انك موجودة بقوة، يعني خطواتك كثير عم تكون مدروسة، عارفة شو بدك ومقررة شو بدك وعم توصلي له الحمد لله. غيابك هالثمان سنين قد ايه هيك بلور لك الفن بداخلك؟ هو كان المفروض لما الواحد ياخذ فترة راحة أو تأمل، أنا كثير هوايتي التأمل، بقعد كثير بتأمل، تأملت أكثر من لازم، بس لا الرجوع بيكون أقوى طبعاً، وبيكون الواحد فريش، بيكون عنده معلومات أكثر ويمكن ذكاء أكثر في اختياراته وفي الطريق اللي لازم يسلكه في الفن. راجعة متفائلة إنه إلي محل رح يكون، أو العجقة مخوفتك؟ أنا دايماً متفائلة، أملي في ربنا كبير، يعني
غير انا ما بتامل في الناس، انا بتامل من ربنا انه يحقق لي الحلم هذا، هو حلمي انا وحلم عيلتي، حلم والدتي، حلم والدتي هي متابعانا هلا. بقول اسمحي لي اعيدهم بالطريقه المغربيه. اوكي عيدكم مبروك، بالصحه والسلامه وزايد الرزق ان شاء الله كل ما تتمنوا ويتحقق هذه السنه، واسمحوا لي لم قصر في حقكم. حبيت تابعي. اوكي شو كنا بنقول على الرجعه يعني؟ يعني اوكي انا متفائله قلت لك، لانه حاسه انه هالسنه عم حقق حلم العائله، حاسه انه هالسنه سنه الفرج الحمد لله، لانه قابلت في طريقي ناس ساعدوني وفنانين كتار، ما بعرف اذا في وقت اذكر حتى لو اسم او اسمين منهم. فانا بوجه تحيه كمان لازم ما انسى الفنان الشاعر الاعلامي اياد المريسي، لانه هو بعد له الفضل بعد رب العالمين في اللي انا وصلت له هلا، لانه هو اللي بيوجهني، هو اللي بستشيره في كل الاشياء المتعلقه بالفن. يعني عندك حدك عالم فهماني مثل ما بيقولوا الحمد لله الفن، صح. وعم بينوروكي. طيب دائما الجيل الجديد ينتقد ان كان الكلمه اللي بغنيها او اللحن اللي بغنيه، وبيقولوا اغنيه الجيل الجديد هيك اغنيه استهلاكيه. انت راح تكوني من من الجيل الجديد ناديه المنصوري؟ والله حتى لو بدي اكون من الجيل الجديد ما راح اقدر، الطبع غلاب دائما والرجوع للاصل اصل. فاكيد اكيد انا قبلت بالتغيير وبصدر رحب، بس لازم تكون نبره طرب او نبره فن، لازم يكون، لازم في الاول والاخير اقدم فن حقيقي بغض النظر عن اللوك او الشو، لانه مهم في زمننا هلا، بس كغنى وكاداء رح تفضل ناديه المنصوري ما بتتغير. طب ناديه بعرف انه عندك هوايات غير الغناء، يعني انت بتطربين وهيك، بس شو وضع التمثيل معك؟ يعني ما اكذب عليكي ولا يعني بالتمثيل انا كثير بستحي من الكاميرا، مش صحبه انا وياها ابدا. ما حنشوفك يعني بفيلم او مسلسل او؟ والله ما بدون، كان بالمغرب كان عرض علي المخرج حسن بن جلون، مخرج سينمائي، اني يعني امثل قصه مطربه، بس ما جربت مشان احكم. لا يعني اي مطربه عامه واللي بتتعرض له من عراقيل في طريقها والميدان وصعوباته، بس ما جربت مشان احكم، بس عامه انا بستحي من الكاميرا، اذا كان جروبك مثلكم لطيف وشجعني ممكن. طيب ناديه ليه الفنان بغني بهالقد، يعني الفنان الحقيقي ليه بتغنوا بهالقد احساس عالي؟ يمكن وين بتكونوا؟ بنكون مع نفسنا بس، هيك هي الشيء من الروحانيه، زائد انه تربينا على الطرب واغاني الاصيله. يعني انا من يومين سجلت برنامج اطفال واكتشفت انه مش حافظه ولا اغنيه اطفال، لانه من عمر 6 سنين وانا بغني ام كلثوم واغاني دينيه، فاذاننا تربت على الطرب، ما فينا نتغير. طب هلا ما نحن هيك كمان احساس عالي منك وطرب، شو بدك تسمعينا؟ ما بغني ورده، ما غنيت ورده، بغني لولا الملامه. تفضل. لولا الملامة يا هوى لولا الملامة، لفرد جناحي في الهوى زي اليمامة، لولا الملامة يا هوى لولا الملامة، لفرد جناحي في الهوى زي اليمامة، واطير ورفرف في الفضاء واهرب من الدنيا الفضاء، واطير ورفرف في الفضاء واهرب من الدنيا الفضاء، وكفاية عمري كفاية عمري اللي انقضى وانا بخاف الملامة، وانا بخاف الملامة من الملامة. نادية بدي تشكرك وتشكر وجودك معنا، وهيك حكينا على السريع يمكن عن كليب ناطرينه كلنا، ولكن بدهم بعد يسمعوا صوتك، وقالوا لي بدهم يختموا لانه عيد الدنيا عيد. اوكي نختم باغنيه. نختم باغنيه، اوكي راح اغني لفيروز. تفضل. طبعا هالاغنيه الاخيره اهداء للشاعر احمد بن ظاهر اللي راح اتعامل معه ان شاء الله قريبا، والفنان احمد الملا. يا مختار المخاتير بحكي لك لحكاية، انا ما بحب الشرح كتير ولا في عندي غير،
يا مختار المخاتير بحكي لك لحكاية أنا ما بحب الشرح كتير ولا في عندي غير